ومشاهدينا نصب عليكم من جديد، وصلنا لآخر فقرات يوم جديد وهي المطبخ مع الشيف نيفين النمر. الشيف نيفين النمر اليوم رح تعملنا أكلة آسيوية أو الدجاج الآسيوي، وكمان رح تعملنا كب البسبوسة بالقشطة، يعني بسبوسة أو الهريسة، طبعا لها مسميات كتير. حتى نعرف أكثر عن طبخاتنا وعن مقاديرنا راح نصبح على الشيف نيفين. صباح الخير نيفين. صباح النور، كيفك؟ الحمد لله تمام. أنا شايفتك حاطة بصل هلأ عم تقلي، صح؟ تحكي لنا أول شيء مقادير الأكلة، شو اسمها هي؟ الأكلة هي صدر الدجاج أو صدورة الدجاج على الطريقة الآسيوية. صدور الدجاج على الطريقة الآسيوية، شو بنحتاج لصدور؟ بنحتاج بصل قلبناه يعني عشان شوي نلحق على الوقت. أوكي. وصدر الدجاج، وفي الدجاج في عندنا هلا صويا صوص، اوكي، هويزون صوص، زيت سمسم، زيت السمسم، وزيت وخل ارز. خل الارز no. اول مره بعرف انه في الارز. لا في على الاكل الاسيوي. تمام، هلا انت حطيتي وفي زيت عسل وفي شطه. وفي عسل وفي شطه. في شطه. اوكي، هلا حطيتي انت الزيت النباتي عادي، عم بتقلي انت البصل فيه. الدجاج نقعيته بشي؟ نقعيته بس بشويه بهارات وفلفل اسود وبس وملح. بهارات عاديه يعني؟ بهارات مش ضروره عادي. بهارات لا لا لا, لا ما في مشكله. أوكي. وممكن تحطي بودره الثوم. اوكي، بس لعطاء النكهه. هلا احنا قلبنا البصل. اوكي، بس يعني يدبل، بس يدبل شوي دغري بننزل على الجسم الدجاج. اوكي، بتفضلي ينقعوا الدجاج قبل بوقت؟ لا مش شرط. مش شرط؟ لا لا. أوكي. مش شرط. هلا بده ياخذ شوي هيك قبل ما ياخذ هيك منيح. علي الحراره تبعت الغاز تقريبا مناسبه. اوكي، بقدر اعليها شوي؟ بدك تعليها؟ جرب اعلي لك اياها. اوكي، صح؟ هيك يمكن اكثر شيء هيك. اكثر شيء. هلا بس بدنا نستنى شوي لتتقلب. اوكي تمام. هلا اذا بدك نبلش بالحلو قبل ما شوي يعني الدجاج يستوي، لانه انت المقادير الباقيه بدك تحطيها بعد ما يستوي الدجاج. يعني مش ليستوي الدجاج، بس شوي بدي قلبه يتغير لونه. اوكي بس تمام. اوكي طيب، هلا بدنا ننتقل للحلو قبل ما شوي خلينا نقول يستوي شوي الدجاج حتى نكمل على المقادير. اوكي، هلا حلو البسبوسه او حلو كب البسبوسه بالقشطه. المي بعد اذنك. المي هاي المي. اوكي اوكي، خلينا نبلش. شو مقاديرها؟ هلا مقاديرها عباره عن نص كاسه زيت او ثلاث ارباع كاسه زيت. اوكي، ثلاث ارباع كاسه زيت. في عندنا اثنين بيض وبيكنج باودر وفانيلا وسكر وسميد خشن وسميد ناعم. أوكي. يعني نص بنص، وجوز الهند. مقادير سهلة وبسيطة. سهلة وبسيطة، يعني بإمكانك أي وقت تعمليها، ما في مشكلة. أوكي، كمان على الإيد بتعمليها، مش شرط تحطي خلاط أو إنه كذا. هلا إحنا رح نكمل طبخة صدر الدجاج اللي حطيناه الآسيوية، لكن بنحتاج شوي إنه يستوي، فقبل ما يستوي الدجاج حتى نحط عليه باقي المقادير، بدها تبلش نيفين بالحلو وتخلصوا، وبعدين اكيد رح نرجع لطبخه الدجاج، بكون يمكن استوى شوي. اوكي، قدنا شيكنا عليه. هلا احنا بدناش نخربش الناس بين طبخه الحلو والمالح. لا هلا بدنا نتركه هذا عشان ابي شوي. خلينا نتركه. اوكي تمام، هلا بدنا نبلش هون. أوكي. اول شيء بنحط الزيت عادي. اوكي تمام. والسكر انا عامله المقدار، يعني هلا انا حاطه المقدار. قد ايه تقريبا؟ اللي هي تقريبا كاسه سكر. كاسه سكر مع ثلاث ارباع قلت لي انت كاسه زيت. تحركيه عادي، يعني ما بده يخفق كثير لانه مو كيك. بدك شوي يعني انه يدوب. اي بده بسكر بس، لانه الكيك بدك فوليوم له. هي هذا ما بدك يعني ينفخ او شيء. لا اوكي، هلا بنحط البيضه الاولى. بيضه مع الفانيلا شوية طبعا، كل عشان زنخة البيض. طبعا مع كل بيض لازم يجي فانيلا. هلا انت ايش رشيتي هون؟ ايه؟ هلا فانيلا. اوكي، عم بحط البيضة الثانية، بيضة بيضة.
يعني نحط كل بيضة يعني عمرتين، مش إنه مرة واحدة ننزل البيضة. هو ما في فرق، بس أنا بفضل ممكن تكون البيضة فاسدة. بلاقي أحطهم فوق بعض، بحب أحط كل بيضة لحالها. تمام. أوكي. هلا ننزل كاستين السميد. هذا السميد؟ الخشن ولا الناعم؟ أنا بحط هيك وهيك. أوكي. شو سبب إنك تحط نوعين واحد ناعم؟ لأنه هذا كب كيك فبدي إياه شوي يكون هيك ناعم شوي. اوكي. ما بدي اياها زي الهريسه العاديه عشان اقدر احطها بالكب. وهذا ايش؟ حليب. هذا حليب سائل. اوكي. بدي اقلب لك شوي هاد. هلا مش محتاجه خفاقه كهربائيه او شيء للبسبوسه؟ لا 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 للبسبوسه لا لا، بالعكس سهله وسريعه ومش بحاجه لاشي. هلا طبعا في عندنا معلقتين بيكنج باودر صغار اكيد. اوكي. نقدر نطلع فاصل او اقيم الكاميرا عني اسويها؟ بدي اشوف الجاج. لا لسه ماشي حاله. أوكي. يعني مسيطر على الوضع. لا ما انا بدي شوي شوفي. اوكي. لا بدي احط شوي توابل عشان تاخذ نكهته معه مثل الجزر. انا لانه بديش كثير نضلنا نروح ونيجي على بين الحلو. اوكي بس بدي احط الجزر عشان يلحق يستوي بس. تمام. اوكي. هلا ضفت الجزر انت على البصل والجاج اللي مع الزيت قلبته. لانه الجزر شوي بده يستوي فبحطه بالمراحل اللي يعني. أوكي. شوي قريب. خلص انت حطيته جزر برشيد برش. اوكي خلينا هون نرجع على كب البسبوسه. شايفه سائله بتكون. سائله انا شايفتها. هلا تضلها تزيد ست البيت السميد عليها حتى يصير قوامها يعني معين. هي تقريبا كاستين، خلينا نحكي كاستين سميد وكاسه جوز هند، بس انا هون حاطه بزياده شوي. اوكي احتياط. احتياط. تمام. يعني بس هيك هيك جاهز البسبوسه. وطبعا اوكي كثير سهله يعني المقادير اللي حطيتيهم كثير سهلين. بامكانك تحطي قشطه. اوكي. بامكانك تحطي قشطه، علبه قشطه، اي نوع من القشطه بتحطي. اي نوع قشطه. هي هاي اساسها. هلا هي هاي اساسها بدون قشطه، هي العادي، بس انا حاطه هون قشطه تغيير كطعم. في ناس لا هاي بسبوسه الساده عاديه، انا هناك حاطه لكم قشطه. يعني بامكانك تحطي اضافات ممكن. لا بس بتضيف القشطه جوا المقادير بس هيك. صح؟ خلص بتحط القشطه. هلا وخلص هيك بكون. أوكي. تقريبا جهزت. اوكي خلينا بس، وما بدها خلاط وما بدها شيء، ونكهتها زاكيه. وطبعا هي شو اسمه؟ اللهم صل على سيدنا. بس بدنا نحطها هون عشان نعرف نسكبها. ما رح نقدر هلا نمسك هذا البريق حتى تعرف. أيوة. تسكبيها جوا قوالب، لانه بحلا بدك تحطيها هون كثير حيكون صعب. أوكي. عليك شوي. هلا بعد ما تسكبيها بتحطيها بداخل الفرن. صح؟ داخل الفرن على درجه حراره 180 لمده ثلث ساعه. ثلث ساعه. واول ما تطلع سخنه دغري، اول ما تطلع بكون عندي القطر بارد، بسقيها بالقطر. القطر بارد وهي سخنه. واذا كنت مثلا قبل بيوم عملتيها وكانت عندك بارده بتروحي بتحطي القطر سخن عكس. يعني لازم درجة الحرارة تكون اذا وحدة باردة القطر الثانية سخنة. اذا يعني والعكس صحيح. أوكي. لانه هلا اذا حطيتيه بارد على بارد ما رح بيتشربوا. اوكي لازم سخن او بارد. تمام. هي هيك. والقطر طبعا الاشخاص بيتحكموا بمدى حلاوته يعني. هي لا عيار كاستين سكر مع كاسة مي مع عصرة ليمونة، هذا عيار ثابت. كل كاسة مي كاستين سكر. كل كاستين سكر كاستين مي. كاسة مي. أوكي. كاستين سكر كاسة مي، بتحطيهم على النار، بتحركيهم شوي عصرة ليمونة. بتخليهم تقريبا 7 دقائق لحد ما تحسي انه شوي كسيف. مو حلو كثير بيطلع كسيف، يعني انا عارف انه اسمه قطر يعني. بس قصدي يعني الاشخاص ما بيقدروا يتحكموا شوي بحلاوته. ممكن تحطي كاسة وربع مي. أوكي. بس اكثر لا بصير بصير مش قطر، مش حيزبط معك. اوكي حيصير مي يعني مش حيصير قطر. هلا عادي بنسكبها، شايفه كيف؟ اوكي شايفه بتعمليها ثلاث ارباع عادي كانك عم تعملي لانه بده ينفخ شوي صغير. أيوة. مع البيكنج، لانه محطوط بيكنج باودر. البيكنج باودر فليه احنا حطيناها بهاي بسرعه بكل سهوله عم ينزل معي. لو حطيناها بهاي حتصير مشكله. وانه اوكي خلينا نكملها. سهلة، وإذا أجاك ضيف سريع كثير سريعة.
ان شاء الله. اظن المقادير يعني متوفره، متوفره باي بيت يعني، كثير المقادير سهله وتغيير عن الهريسه اللي دائما ناكلها. اوكي، حكينا انه ثلاث ارباعها، نعطي مجال لانه ينفش ما تطلع معنا كثير هيك يابسه، تنيها وتكون طريه وفلفي هيك. اوكي، هدول الكب كيك اللي جايبيتهم هي مفتوحه من تحت؟ لا لا مسكره، مسكره صح؟ اه ممكن تحطيهم بقوالب الكب كيك لاي شيء عادي. اشوفهم بدايهم موجودين هون. اه عشان الناس اشخاص اللي بيحضرونا يعرفوا. اه هي هاي زي هاي، سهله كثير على سهله كثير وحلوه، وبعدين منظرها حلو مثل ما بتعطي ودمك مسكره هي من هون. اه مسكره من تحت، هاي مسكره بس هيك بتسكبي فيها هون بتصير زي الكب، فسهله يعني. بدي كمان وحدة مع الحيار. تمام اوكي. جوز الهند زاكي يعني؟ اه كثير زاكي. بتعرف يعني هلا يعني رمضان على البواب، واكيد الكل بيحتار شو بده يعمل على طاولة الفطور وحلويات هي من الحلويات الأساسية يعني برمضان، إنه القطر خلص أكل صح. فيه حلو في قطر لازم إنه برمضان صح. وكمان هاي منظرها إنك مش ضروري تقطعيها صح، يعني سهلة تنشف بعدين، هاي ما بتنشف نهائيا، ما بتنشف. لا بعدين سهلة للضيوف يعني، كل حدا بياخذ هالكب تبعه وخلص. هون الفرن هلا على درجة حرارة 180 حكينا لمدة ثلث ساعة. اوكي اوكي بس هلا هيك خلصنا من طبخة الحلو اللي هو كب البسبوسة، واللي حكينا مقاديره وكان سهل وحطيناه بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة. هلا بنرجع لطبخة الطبخة الأساسية اللي هي الجاج بالطريقة الآسيوية. اوكي بس خليني اقلها طالع عشان نعرف اشتغل. اوكي، بنذكر الساده المشاهدين حطيتي زيت نباتي مع بصل مفروم قلبتيهم شوي، بعدين حطيتي عليهم دجاج، صدر دجاج ما بزبط هلا، ما بنقدر نحط فخذ. اه ما بنقدر نحط فخذ دجاج، بس صدور الدجاج مقطع، كنت نقعتهم ببهارات مشكله وشويه توم بودره وشويه توم بودره، قلبتيهم شوي بعدين ضفت. هلا انا ما راح احط ملح. اوكي هلا يمكن يحكي مشاهد اني نسيت، انا ما نسيته بس انا عم بحط هايزن صوص وصويا صوص، مالح مش بحاجه اني احط. اوكي هلا ايش ضفتي عشان ما هلا احنا بعد ما ضفت الجزر خليتيه شويه على النار، ايش ضفتي؟ هايزن صوص. هايزن صوص اوكي. هلا بدي اضيف الصويا صوص. الهايزن صوص اللي قلتي انت عند زيت السمسم؟ لا لا، ايش الهايزن صوص؟ هذا صوص بيكون لانه هذاك سيسمي، سيسمي اويل. هذا ايش الهايزن؟ وهذا بيكون زيت زي البازيلا تقريبا. اوكي بتلاقيه موجود يعني؟ اه متوجد. أوكي. يعني متواجد باي سوبر ماركت. هويزن صوص بعدين صوص. ضفتي الصويا صوص. الصويا صوص من هلا تقريبا من كله من بعض. هي هذا خلي الارز، هو اللي بيجي خلي الارز بيجي بالسلطات الاسيويه معروف خلي الارز. اوكي بيجي على طعم حلا شوي. اه فيه حلاوه. اه فيه حلاوه. اوكي مش معقول الريحه شو زاكيه يعني، بهارات وصوص ان شاء الله بتعجبكم كل الاشكال. والشطه شطه هي يعني حتحسوا انه شيء عم بعمل غريب، هم الاسيوي بيحبوا دائما الاشياء اللي بتحرق يعني حاره. فانا مش راح اكثر كثير، احط يعني بمعدل انه الكل يقدر ياكل منه. اوكي هلا راح احط زيت السمسم. زيت السمسم. زيت السمسم على فكرة المقادير اللي حطيتيها بالطبخة مش بس زاكية كمان كثير مفيدة يعني. أنا هذيك اليوم كنت بقرأ عن زيت السمسم قديش مفيد كثير، وأكيد بقية الصوص اللي حطيتيهم كمان فيهم فوائد كثيرة. هم كمان برا يعني بيحبوا كثير شغلات إنه يستخدموا، مثلا هلا بقول لك زيت هذا البازيلا يعني إحنا شو إنه البازيلا أو كذا، هم كثير بيستفيدوا. هلا في بدنا نحط رشة خفيفة من عادي إزحى. اه حبة البركة اسحة وسمسم معها. اه تحطيها بالاكلة تعطي طعم زاكي. طبعا السمسم محمص ومالح مو الابيض بتاع الحلويات لانه بتفرق بالنكهة. اه اوكي
خلينا نزيد كمان شوي. انت ما حطيتي ملح هون لانه المواد اللي ضفتيها على الاكل كثير فيها فيها ملوحه يعني. وانا نقع الدجاج شويه ملح كمان. اوكي. فالشطه مالحه والهوزن صوص مالح. هم يعني اشخاص مالح. يعني بالعاده انا بقول صعب ما تذوقي، يعني يمكن برمضان صعب الواحد يذوق فيتقيد بالتعليمات. اكيد. بس اذا عندك مجال تذوقي بتذوقي وبتشوفي اذا بدك شويه أكيد. ملح ممكن تضيفي. في في هي انه يعني في شغلات ايام بتغنيكي، بس لاني انا نقع الدجاج ممكن انه انا عارفه انه ما بدها، بس لا اجمالا اي اكله لازم ادوق. في ناس بحبوا الملح حتى لو انه مش مالح. صح بحبوها مالحه شوي. هلا بنحط معلقه عسل. هلا شو موضوع العسل مع يعني خليط بنشوف حار على مالح على حامض على حامض، يعني نكهه غريبه حتحسي انه شو هاد؟ انا اول شيء انه شو هاد شو بعمل؟ يمكن ما بتستطعمي كثير بالعسل، بس لا لا يعني بس بيعطي نكهه لطيفه، يعني ممكن انه عشان كثير انه مالح فبعطيها شويه نكهه غريبه. بكسر الحده. زدتي كمان شطه؟ لانه حسها شوي قليله، انا حتى معلقه. بس هي حسب هاي الاشياء، يمكن حسب ما هي هاي بتاخذ 4 معالق. الاشخاص بحبوا يعني، في ناس بحبوش الشطه كثير ممكن يقللوا، في ناس بحبوا الشطه اكثر يزيدوا. اكيد اكيد. انت كيف؟ انا بحب الحر، يعني مش كثير حر بس بحب الحر، ما عندي مشكله. ما في مشكله. لا في ناس بقول لك انا ما بتقبل نهائيا. احنا مش متعودين بصراحه يعني ببلاد الشام بشكل عام على الحر. اللي بتشوفيهم بياكلوا برا خاصة بآسيا هو الأكل الآسيوي بتحرق كثير، يعني بتقولي كيف قادرين ياكلوها؟ بس تعرف إنها مفيدة كثير؟ مفيدة جدا صح؟ يعني الفلفل الحار يعني فائدته مش طبيعية. صح. هلا احنا بدنا شوي بلها. هلا ضل مقادير بدك تزيديها؟ لا 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 بس بدك تخليها تتسبك زي ما بقولوا. بس هيك شوي، هي ما بتاخذ وقت كثير على النار، بس خلينا شوي ما دام معنا وقت. معنا وقت. اوكي. خليني شوي وطبعا بتقدم جنبها ممكن رز بسمتي. انت مقدمه معاها رز حتى حاطه جواته بازيلا؟ لا هذا مو رز، معكرونه. معكرونه. هي بتنعمل مع معكرونه؟ لا هي حسب اللي هي نودلز، يعني انت عشان اسيا بحبوا النودلز فانت عاملي فانه يتناسب مع الطبق. ممكن انك ما بتحبي، في ناس كثير ما بحبوا النودلز فبحبوها عادي مع رز، بس طبعا رز بسمتي مو رز مصري. اوكي. انه بتغيري النكهه، مو في ناس بقول لك لا يعني ممكن انك شو انه رز مصري بغير النكهه؟ طبعا يعني هالاكله عن اكله بتفرق بالرز. معلومه جديده. يعني هلا مثل انا الكبسه بحسها بالرز العادي مو طيبه، بالرز البسمتي كثير مختلف طعمها. بتطلع زاكي. صح؟ صح. فبتحسي انه هيك. هلا الصوص تبعها هيك لازم يكون مش اكثر من هيك. لا. يعني المرق خلينا نقول. ايوه انا ما حطيت نهائيا مثلا ما زدت مرق عاديه او مرقه دجاج او مرقه لحمه، لا نهائيا ولا مي حتى ولا شيء. هي من نفس ميه الدجاج ومن نفس الصوص اللي هو بتعرفي ايش اللي بنزل المي اذا بتستغربي؟ البصل. البصل هو اللي بنزل ميته بانه بيستوي الدجاج. صح. بتغطيها نيفين هي ولا بتخليها مكشوفه؟ اما مو شرط عادي يعني، بس ممكن انه غطيها شوي يعني عادي غطيناها او ما بتفرق. اوكي. لا عشان مش مستوعبها. طبعا الاساسي بالاكله هاي انك تاكليها بخس. قد ايه معنا وقت؟ معنا كمان 3 دقائق. اوكي. بقدر اسكب هلا؟ عن جد ريحتها بتشهي نيفين. فبدوقي؟ ادوق؟ دوقي. يعني بس اسكبيها مش رح ادوق من ال لا دوقي من الطنجرة. ما في مشكلة بس عطيني معلقة هون منها. هاي معلقة كبيرة مو مشكلة. ها. لأنه استوت أو لا؟ بتعرفي استوت؟ ما بتاخذ وقت. خلص هلا بدي اسكبها. كثير طعمها زاكي. صحوات. بس جد هلا بدك تكون عن جد زاكي، دوقيها مع خس بتفرق معك بالنكهه. هلا بدي اسكب عادي. هاتي اساعدك بالسكب عشان نلحق نحطهم ونختم. اوكي. خليني هون بس ابعد عن النار بس بكفي. هاي انا بطفي. ما بدك خلص النار؟ لا لا خلص.
وسهله كمان، يعني ممكن انك تعملي غدا وحلو بنفس الوقت، كتير سهل. صح، ما اخذوش معنا شيء، يعني احنا كل شيء عملناه هون. بس عن جد زاكي مش مجاملة يعني. صحة وعافية. بس هلا بديكي تجربيها مع خس، حتغيري رأيك. حاضر، هلا بعد الهواء إن شاء الله. بس طبعا بدنا ننزل ميتها لأنه الخس ما بدنا إياه كثير يترى. أوكي. ممكن الصوص هذا تحطيه عادي إنه زي هيك وتاكليه جنب رز. صح لحاله إذا بدك. بس النودلز مش بحاجة إنك تحطي. يا ممكن تتحكمي انت ست البيت، تقدر تتحكم بالموضوع. اوكي يلا نيفين حطي لنا اياها. خلص اوكي على السريع عشان بدنا نشكرك ونودع الساده المشاهدين. اوكي بدي اشكرك كثير. اوكي حطي يلا اخر اخر البركه والسنسن هيك محبه بركه عليهم. لذينه تفضلوا، يعني البرزنتيشن تبع الاكل كثير حلو. بدي نشكرك نيفين النمر، الشيف نيفين النمر، عملت لنا اليوم اكله الدجاج الاسيوي، وايضا عملت لنا الكب بكب البسبوسه او كب الهريسه. يعني شكرا لك على الاطباق الشهيه. وشكرا لكم، وبرنامج كثير حلو دائما احنا بنتابعه، وان شاء الله بالتوفيق. تسلمي، شرفتينا ونورتينا نيفين. تسلمي. ومشاهدينا بهيك وصلنا لختام يوم جديد، طبعا بهاي الاطباق اللي عم نشاهدها هلا على الشاشه، اطباق شهيه وممتعه مثل هالنب نيفين النمر الشيف. وايضا يعني ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. بدنا نشكركم على حسن المتابعه ليوم جديد ولي فقرات يوم جديد. مني انا الكسندرا البوري ومن فريق عمل البرنامج كل التحيه، نتمنى لكم نهار ولا احلى. عيشوا الحياه لانه الحياه بتستاهل وانتم كمان بتستاهلوا. الى اللقاء. Thank you.